فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن قصة حاطب رضي الله عنه في الصحيحين هي من قبيل النفاق الأكبر، ولكن تشفع له شهوده بدرا؟ لا يجوز الكلام في الصحابة، وإن حصل من بعضهم خطأ وتاب منه فلا يجوز الكلام فيهم رضي الله عنه. وحاطب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد عذره وقبل عذره، وهو من أصحاب بدر، وليس هذا من النفاق، ليس فيه نفاق رضي الله عنه، وإنما فعل هذا عن اجتهاد منه، وظن أنه جائز وتأول في ذلك، ولكنه كان مخطئا وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز بحث هذا الكلام ترويجه بين الناس في حق صحابي جليل. نعم.